ميسي سعدت جولاسو جولاسو نيمار شعل النار نيمار سلام. مساء الخير مشاهدينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. لكن قبل الخوض بتفاصيل الحلقة إليكم أبرز محاورها. ريال مدريد يستهل مشاركته بكأس الأبطال بخسارته أمام بايرن ميونخ. مجموعات سهلة نسبيا للمنتخبات العربية بتصفيات كأس إفريقيا 2021. ألمانيا تستضيف كرنفال نادي الجهاد الرياضي الكروي للمرة الثالثة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. استهل ريال مدريد مشاركته ببطولة كأس الأبطال الودية لكرة القدم بخسارته أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لهدف. الفرنسي كورنتين توليسو وضع البايرن في المقدمة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15. وفي الشوط الثاني ضاعف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نتيجة للبايرن بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67. وبعدها بثلاث دقائق فقط عزز سيرجي جنابري تقدم الفريق البافاري بتسجيله ثالث الأهداف. وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق سجل البرازيلي رودريغو سيلفا هدف حفظ ماء الوجه للريال ليحقق بايرن ميونخ انتصاره الأول في البطولة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام أرسنال. وفي مباراة أخرى قلب توتنهام الإنجليزي تأخره أمام جوفنتوس الإيطالي إلى انتصار مثير بثلاثة أهداف لهدفين ليحقق السبيرز انتصاره الأول في البطولة، فيما تلقى جوفنتوس خسارته الأولى في مستهل مشواره بالبطولة. نعم شاهدنا الكرام، الحديث أكثر ينضم إلينا من المغرب الكابتن أحمد سلايلي مدرب ومحلل رياضي. مساء الخير كابتن أحمد. مساء الخير سمر، مساء الخير مشاهدي قناة اليوم. تحياتي كابتن. كابتن، ريال مدريد بدأ مشواره ببطولة كأس الأبطال الودية بخسارة خلينا نقول ثقيلة نوعا ما كابتن أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لهدف. خسارة ريال مدريد لم تكن متوقعة، حيث أن فريق البايرن ميونخ كان مسيطرا على جل أشواط المباراة. كانت مباراة مفتوحة تكتيكيا وفنيا، عرفت تسجيل أهداف كثيرة وتضييع أخرى. لوكا مودريتش وبنزيما وأصدقائهما يعجزان على فك شفرة الدفاع البافاري بقيادة حارس العملاق نوير. كانت سيطرة البايرن بتكتل دفاعي يليه هجوم مد هجومي منسق، مما يعني السرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وهذا ليس بغريب على الكرة الألمانية التي تعتمد على الكرة الشاملة والسرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. نعم كابتن أحمد، طبعا يعني باعتبار أنه المباراة ودية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، يبدو أن يعني زين الدين زيدان يقوم بتجريب عدد كبير من اللاعبين بهذه المباراة، ويعني بالفترة الأخيرة صارت مشاكل أيضا بين زيدان وغاريث بيل حول موضوع رحيل بيل عن الفريق. كل هاي الأمور أثرت على الفريق بشكل أو بآخر برأيك كابتن أحمد؟ أكيد أنا يمكن أن أتعطل، بس أنا أعرف أن فريق ريال مدريد هو فريق احترافي، لن تؤثر التأثير لن يكون طويل المدى، على عكس نعرف أنه زين الدين زيدان ترك بصمة في المواسم القليلة الماضية على فريق ريال مدريد ولو ما كان. هذه مناسبة لتجريب أكبر عدد من اللاعبين وقوف على مدى جاهزيتهم وإمكانيتهم في التفاعل مع أو التعامل مع النهج التكتيكي الذي يسلكه زين الدين زيدان في تدبيره لمباريات الليغا والبطولة الأوروبية. طيب كابتن، أيضا نادي أرسنال يعني حقق انتصار عريض بثلاثية على فيورنتينا الإيطالي ليتصدر ترتيب البطولة يعني بشكل مؤقت كابتن، باعتبار أنه رفع رصيده لست نقاط. أيضا كيف شفت مباراة أرسنال وفيورنتينا كابتن؟ مقابلة أرسنال وفيورنتينا كانت هي مباراة مفتوحة شيئا ما،
كنا دائما نرى منذ بداية المباراة كانت هناك بادرة لفيورنتينا من أجل الوصول إلى مرمى الأرسنال، ضيعوا عديد من الفرص. أتت الدقيقة 15 سجل منها فريق أرسنال هدف الافتتاح. كتبت أوناي إيمري كانت على في الموعد، عدة محاولات ضائعة لفيورنتينا جعلت من الأرسنال أنه يتحكم في زمام المباراة، عارف كيف يسير نهج المباراة، استطاع أن يسجل ثلاث أهداف وحافظ على شباكه طبقة. وهذا شيء نعرفه على إيمري كيف تصريفه لمباريات ولاعبيه والوقت المخصص للمباراة، كيف يوجه لاعبيه، كيف يسلك نهجه التكتيكي والفني للخروج بانتصارات، وهذا ما تأتى له في هذه المباراة. طيب كابتن، بالعودة قليلا لنادي بايرن ميونخ، طبعا نحن تحدثنا عن الريال لم نتحدث عن البايرن، ما بننزعل عشاق البايرن الكثار كابتن أحمد، أيضا البايرن قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد. نعم ريال باير ميونخ تكتله الدفاعي منه كان يصرف ذلك النسق الهجومي كمد هجومي من بعد ما كان يتكتل في الدفاع، كان من بعدها يصرف كل لاعبيه في الهجوم. يعني شفنا حركة، شفنا نهج نقولوا جهد بدني كبير رائع قدمه الفريق البافاري، وأن نيكو كوفاتش كان ذكيا في نهجه التكتيكي وفي أسلوب لاعبيه الذي فرضه على لاعبيه. باير ميونخ كان مسيطرا إطلاقا على كل مجريات المباراة، بالعكس كان فريق ريال مدريد يضيع الكثير من الفرص عكس فريق باير ميونخ الذي تسيد المباراة وخرج فائزا بثلاث أهداف لواحد. طيب بالانتقال لمباراة جوفانتوس وتوتنهام، يعني مباراة جميلة ومليئة بالأهداف كابتن أحمد، نخص بالذكر الهدف الأكثر من رائع للهداف هاري كين من تقريبا من منتصف الملعب، قاد به فريقه للانتصار بثلاثة أهداف لهدفين على اليوفي المتجدد يعني بتعاقداته الأخيرة، ونخص بالذكر التعاقد الكبير مع المدافع الهولندي دي ليخت. أكيد جيفونتيس الآن يدخل مرحلة تغيير وتجديد في تشكيلته وكذلك في مدربه موريزيو ساري الذي ينهج في تكتيكه 4-3-3 في مباراة ضد توتنهام. كان عارف بأنه ما زالت عنده الخلفية الإنجليزية لأنه خارج من الدوري الإنجليزي بعد الموسم الذي سبقه، كان هناك التشابه، كانت مباراة تكتيكية محضة لأنك عرفت اندفاع بدني كبير منذ انطلاق المباراة، وهذا راجع إلى فلسفة المدربين بالدوري الإنجليزي. النقطة اللي نبغي نضيف على فريق توتنهام بمدربه موريسيو بوتشيتينو أنه لاعبه سون كان هو نجم اللقاء والقوة الضاربة لتوتنهام. مباراة جميلة أتتها هدف رائع لفريق توتنهام من مسافة بعيدة، أعطت مباراة جميلة ورائعة تكتيكيا وفنيا وبدنيا. نعم أيضا بعجالة بالانتقال إلى جوفانتوس كابتن بأقل من 30 ثانية، أيضا جوفانتوس يعني الحقيقة جرب ساري عدد كبير من اللاعبين إلا أنه فشل بتحقيق الفوز رغم خوض كريستيانو اللقاء كأساسي. رونالدو ضيع العديد من الفرص إلى شفنا سواء من بالرجل أو بالرأس. أظن أنه لم تكن المباراة التي كنا ننتظرها من كريستيانو رونالدو. نعم كابتن، كريستيانو رونالدو معروف أنه الذي يحدث التغيير في المباراة، لكنه كان اليوم شبه غائب في تحصيله الأهداف. نعم طبعا المباريات تبقى ودية كابتن باعتبار أنه البطولة تحضيرية للموسم المقبل. أكيد خليك أكيد معنا لو سمحت. نعم لو سمحت خليك معنا كابتن أحمد لننتقل للملف الثاني، ملف الكرة الإفريقية، ولكن بعد الفاصل. وضعت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي ستستضيفها الكاميرون صيف العام 2021 المنتخبات العربية بمجموعات سهلة نسبيا، حيث جاء المنتخب المصري حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة
في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كينيا وتوغو وجزر القمر، فيما حل المنتخب الجزائري في المجموعة الثامنة برفقة زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا. أما المغرب فقد وضعتها القرعة بالمجموعة الخامسة مع منتخبات موريتانيا وبوروندي وإفريقيا الوسطى، بينما جاء المنتخب التونسي في المجموعة العاشرة بجانب كل من ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية. هذا وينص نظام التصفيات على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة للنهائيات، باستثناء المجموعة السادسة التي تتأهل منها الكاميرون حكما لكونها البلد المضيف، ويرافقها المنتخب الذي يحتل المركز الثاني. نعم، بالعودة لك مرة أخرى عفواً كابتن أحمد، يعني مجموعات فينا نسميها سهلة نسبياً للمنتخبات العربية بقرعة تصفيات كأس أفريقيا 2021 اللي راح تستضيفها الكاميرون. خلينا نبلش بمنتخب كابتن أحمد، المنتخب المغربي اللي وضعته القرعة بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات موريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي. بالنظر إلى المجموعة التي وضعت فيه القرعة المنتخب المغربي بجانب موريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي، ننظر إليه على الورق أنها مجموعة سهلة وفي متناول المنتخب المغربي، لكن ما يجب أن لا ننساه سومارا، وكما شاهدنا في المنافسة لكأس إفريقيا الماضية لم تبقى هناك في إفريقيا منتخبات ضعيفة ومنتخبات قوية للأفارق، دائما ما نجد ما تولد فرق بالأمس أو بالإحصائيات تعتبر من فرق صغيرة لكنها تطور من مستواها وتتألق وتقهر الكبار، وخير دليل شفنا البنين التي أخرجت المنتخب المغربي من إحصائية من ثمن نهائي كأس إفريقيا. موريتانيا فريق أبلى البلاء الحسن في منافسة إفريقيا، لا شيء يذكر على إفريقيا الوسطى وبوروندي. نتمنى أن الفريق المنتخب المغربي أن يكون سيد هذه المجموعة وأن ينسينا في النكسة التي أصابتنا في كأس إفريقيا بمصر. نعم كابتن، بالانتقال للمجموعة السابعة اللي بتضم المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة، بالإضافة لمنتخبات كينيا وتوغو وجزر القمر، أيضا مجموعة بمتناول المنتخب المصري على ما أعتقد كابتن. أكيد، لأن هناك منتخب كينيا وتوغو وجزر القمر، لكن الحذر كل الحذر للمنتخب المصري كذلك شأنه شأن المنتخب المغربي، لأنه لم تبت هناك منتخبات ضعيفة، كل منتخبات لأنه نعرف أن الإقصائيات الآن تكون في ذهاب وإياب، يعني في البلد المضيف أنه في بلده سيكون أكثر قوة، وكذلك نعرف أن الظروف في بعض البلدان تكون ليست مواتية لإجراء مباراة قدم في المستوى العالي، ونعرف أن المنتخبات العربية تتوفر على لاعبين يمارسون في الدول الأوروبية وفي أحسن ظروف من حيث الملاعب والطقس، وكل مؤثرات هذه تؤثر سلبا في إفريقيا، لأن نجد العكس ونجد أن ظروف التحضير غير مواتية، مما يجعل أن الفرق الوطنية تعاني الأمرين مع هذه الفرق المنافسة. نعم كابتن أحمد، أيضا منتخب الجزائر بطل القارة السمراء أوقعته القرعة بالمجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا. القرعة شيء ما لا نقول عليه سهلة، بل هي الأكثر صعوبة بالمقارنة مع مجموعة مصر ومجموعة المغرب، لأنه زامبيا فريق رغم أنه لم يتأهل إلى منافسة كأس إفريقيا، لكنه هزمنا نحن المنتخب المغربي في آخر مباراة تحضيرية. كان الفريق ونعرف أنه فريق دائما فتي، يعتمد على لاعبين نقول أغلبهم من البطولة الزامبية أو المحترفين في جنوب إفريقيا وفي البلدان المجاورة، فريق أنه يبني البلاء حسن ويتشبث دائما بحضوره في المنافسات الإفريقية. منتخب زيمبابوي وبوتسوانا كذلك نفس الشيء، أمنا من الفرق التي تخلق المفاجآت وغالبا ما تخرج من نقول من 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 رحم المعاناة وتشكل عقدة للفرق البارزة أو التقليدية المعروفة. نعم كابتن أحمد، أيضا المجموعة العاشرة بالانتقال للمنتخب التونسي اللي أوقعته القرعة إلى جانب منتخبات منتخب ليبيا الشقيق المنتخب التونسي، بالإضافة لتنزانيا وغينيا الاستوائية، بعتقد حظوظ تونس وليبيا كابتن أحمد قوية بالصعود من هاي المجموعة. قد نقول أن على ورق أن حظوظ وافرة، فريق تونسي له من الحظوظ أكثر،
كذلك المنتخب الليبي الذي عليه أن يعوض غيابه في هذا الكان الإفريقي الماضي بمصر ونعود بتواجد إن شاء الله يكون في المستوى الذي يليق بليبيا ويليق بالمنتخب الليبي الذي يعج بنجوم لاعبين محترفين في الدول الخليجية وفي تونس. نتمنى أنهم يكونوا مؤهلين مع رفقة المنتخب التونسي إلى الكأس الإفريقية بالكاميرون. نعم أيضا المنتخب تفضل كابتن. تفضل كابتن. تنزانيا وغينيا رغم أن ضعفهم على الورق لكنهم نشأنهم شأن المنتخبات الأخرى التي يمكن أن تخلق المفاجأة. نعم أيضا منتخب السودان كابتن يعني مجموعة الحقيقة يعني لسوء حظ المنتخب السوداني كابتن أحمد مع غانا وجمهورية وعفن وجنوب أفريقيا وبالإضافة لفريق راح يتأهل من الدور التمهيدي مهمة يعني فينا نسميها صعبة جدا للمنتخب السوداني كابتن باعتبار منتخب غانا من المنتخبات الكبيرة في القارة السمراء وأيضا منتخب جنوب أفريقيا شفنا بالبطولة الماضية يعني قدم مستويات مميزة اعتبارا للمستوى الذي تظهر به المنتخبات الثلاث غانا وجنوب افريقيا والسودان اضافه الى كيف اقول المخلوق الجديد الذي سيخرج من الدور التمهيدي الاول اضافه الى هذه المنتخبات الثلاث منتخب السودان يقع في مأزق اذا صح التعبير انه مجموعه الموت اذا صح التعبير كذلك للأسف أنه فريقين سيتأهلان إلى النهائية الإفريقية سيضيع فريق من بين هذه الثلاثي من غانا أو جنوب إفريقيا أو السودان نتمنى أن يتأهل الفريق السوداني لحكم عربيته والحكم أنه كذلك له نجوم وله دوري سوداني ممتاز نتمنى أنه يكون له حضور بالكأس الإفريقية بالكاميرون. نعم كابتن أحمد يعني بشكل عام كيف بتشوف يعني حظوظ المنتخبات العربية؟ بعتقد المنتخبات العربية بطريق ممهد لبلوغ النهائيات التي ستقام في الكاميرون عام 2021. نعم الطريق ممهد كثيرا ولها حظوظ وافرة للتأهل إلى المونديال الإفريقي القادم بالكاميرون. المنتخبات العربية كلها وضعت في مجموعات شيئا ما نقول على الورق سهلة وحتى على الملعب إذا التزم اللاعبون والأطر التقنية باحترام الخصوم واللاعب بشكل جدي وكذلك ما نعهده كما عهدنا المنتخب كما ظهر به المنتخب الجزائري يعني نقول تبليل القميص بدم وبعرق وطني هكذا ستتأهل المنتخبات إلى المونديال الإفريقي إن شاء الله. نعم بالتوفيق لكل المنتخبات العربية بالتصفيات الإفريقية وحتى بالنهائيات التي ستقام في الكاميرون عام 2021. كنت معنا من المغرب ضيفا عزيزا الكابتن أحمد السلايلي مدرب ومحلل رياضي شكرا جزيلا لك. شكرا كابتن. ولا مشاهدينا الكرام ننتقل للملف الأخير بحلقة اليوم ولكن بعد الفاصل. احتضنت مدينة ريكلينغ هاوسن الألمانية كرنفال نادي الجهاد الرياضي السنوي الثالث بحضور لاعبين قدامى من فريق الجهاد وآخرين من أندية سورية حيث قدموا مبارتين أمتعتا الجمهور وأعادتهم بالذاكرة إلى أيام من زمن الجميل في الدوري السوري. لنشاهد التقرير الذي أعده لنا مراسلنا عماد تالاتي ومن ثم نعود. بمشاركة نجوم قدامى من لاعبي نادي الجهاد وعدد من لاعبي أندية سورية مغتربين أقيم كرنفال نادي الجهاد الرياضي بنسخته الثالثة في ضواحي مدينة ريكلينغهاوزن الألمانية ويقام الكرنفال سنويا كتذكار ووفاء لنادي مدينة قامشلو الذي كان منافسا في الدوري السوري لسنين وخرج منه العديد من نجوم كرة القدم السورية وشهد الكرنفال مبارتين الأولى بين لاعبين من فريق الجهاد تحت 35 عاما وفريق زاغروس الرياضي وانتهت بفوز الجهاد أما المباراة الثانية فجمعت قدامى نادي الجهاد ونخبة من نجوم الأندية السورية وانتهت أيضا بفوز الجهاد وسط تشجيع من الجمهور الذي أكد على وفائه لنادي مدينته هنا في المغترب ساوينا هالكرنفال ل
نعطي صورة لشعوب العالم أنه هاي هيك نحن شعب سوريا، ودائما نحن على الوفاء والحب والاحترام مع بعض. كل سنة عم نساوي بهذا التوقيت لنجمع هالشباب ونعمل شيء فرحة أو كرنفال حلو لأصدقائنا وأحبابنا واللي قضينا معهم أغلب أوقاتنا وأغلب أيام عمرنا. أنا عم بدرب فريق منستر، فريق براتي اسمه، كلهم أكراد وعرب كمان فيهم وإيزيدية كمان فيهم، يعني مختلط، وفي إلنا تحت 18 سنة كمان وأولاد كمان. وهلا نحن بصدد انه نبني مجلس رياضي كردي بالمانيا او باوروبا، وانا ومروان والشباب كلهم، وبدنا نحاول انه نطور الرياضه الكرديه او هيك. نتمنى انه دائما الكرنفالات تداوم وتستمر، والحمد لله عم نشوف بعضنا، وذكريات الرياضه وكره القدم وذكريات البلد وسوريا وحبيبتنا سوريا نتمنى ترجع مثل ما كانت واحسن. الهدف الاول والاخير اندماج اللاعبين بين الاجيال، اندماج وزج اللاعبين القدماء مع الجدد، يعني الربط بين اللاعبين القدماء والجدد، هذا الغايه منها، والتقاؤهم كل سنه مره، يعني مثل ما يقول نتعرف على بعض، نحكي بواقع البعض. في قسم يعني حاليا عم يشتغل بالسلك التدريبي، كمان حاليا عم يسوي دورات. هدول طبعا نحن على امل هدول ياخذوا هالخبره كلها ويرجعوا على بلادنا ان شاء الله. أجواء رياضية وحماس جمهور ذكرنا بأيام نادي الجهاد في الدوري السوري والوفاء لفريق مدينتهم الذي لطالما أدخل الفرحة إلى قلوبهم. عماد ثلاثي، قناة اليوم، ريكلينغهاوزن. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا الكرنفال الجميل لنادي الجهاد بألمانيا ينضم إلينا من النمسا الكابتن رافع عباس، لاعب نادي الجهاد سابقا وعضو اللجنة المنظمة للكرنفال. مساء الخير كابتن رافع. مساء النور استاذي، اهلا وسهلا فيك. منورنا كابتن رافع على شاشه قناه اليوم. منور وجودكم بقناتكم، قناه الحلوه قناه اليوم. حبيبي كابتن. كابتن طبعا انت كنت موجود بالكرنفال اللي يقيم بمدينه، الحقيقه مدينه يعني اسمها شوي صعب كابتن رافع، ريكلينغهاوزن. يعني يا ريت تحطنا باجواء الكرنفال كابتن رافع. كابتن، الكرنفال نادي الجهاد كرنفال المحبه، كرنفال لقاء الاحبه، كرنفال معرفة الأجيال ببعضها البعض، معرفة الأخوة الصغار باللاعبين الصغار باللاعبين الكبار، في هكذا كرنفال. الكرنفال حقيقة عم بشكل دوري عم يستمر، صار من 3 سنوات لهذا اليوم، كل سنة عم يتجدد. كان الكرنفال الأول بأول سنة كان في باستضافة نادي كردستان بوخم، الكرنفال الثاني كان باستضافة نادي أزادي كيل، والثالث اللي كان امبارحة باستضافة نادي زاغروس. طيب كابتن رافع، طبعا هاي السنة الثالثة على ما بعتقد انه يعني يتم تنظيم الكرنفال فيها، يعني هل شاهد هذا الكرنفال يعني نجاح برأيك كابتن رافع بعد 3 سنوات تنظيم؟ استاذي الكريم، الكرنفال كل سنة عن سنة عم يصير احسن. نعم عم يصير، كل ما نتعلم على شغلة شيء نقص، عم الكرنفال اللي بعده عم نستفيد من الخطأ اللي بالكرنفال الاول، وهيك يعني. نعم فعلا كابتن رافع، يعني حتى اذا بتلاحظ معي يعني النجوم اللي مشاركين بالكرنفال، يعني سنه بعد سنه عم نشوف مشاركه نجوم كبار بالكره السوريه. لاحظنا الكرنفال اللي يقيم هاي السنه شارك فيه نجوم كبار كالكابتن سيد بيازيد، طبعا بالاضافه لنجوم الجهاد اللي يعني لا يسع الوقت انه نذكرهم، يعني يعني هم كثيرين. يعني استاذي الكريم، في نجوم المنتخب السوري كانوا نجوم كتار، يعني بصراحه يعني كان الكرنفال هالسنه مميز بوجود نجوم الدوري السوري كسيد بيازيد، احمد بصلي، نهاد حاج مصطفى، سمير البكري، احمد وفا الشعار، نضال عباس، صلاح عليكو، رائد بكو، ابو عبد الباشا، سعيد باجيو، مجد حجار، نجوم. بإضافة إلى نجوم نادي الجهاد، نجوم نادي الجهاد، نادي الجهاد غني عن التعريف بنجومه مكانته بالدوري السوري واللاعبينه كفنيين كإداريين كمدربين كلاعبين. كل نادي الجهاد يعني نادي مظلوم صراحة. نعم
فعلا كابتن يعني نادي الجهاد قدم الكثير من النجوم للكرة السورية، وعلى رأسهم الهداف الله يرحمه الكابتن هيثم كتشو أحد كبار الهدافين بالكرة السورية، بالإضافة للنجوم اللي شفناهم بالكرنفال الكابتن سامر سعيد، الكابتن مروان طاهر، الكابتن حسن شاشان. طبعا نجوم الجهاد كثر كابتن رافع عباس، وأنت أيضا أحد نجوم نادي الجهاد. في أجيال متعددة أجوا على هالكرنفال لنادي الجهاد، في نجوم كثيرة، مشكلة ما فيني أذكر كل الأسماء لأنه كثير أسماء، لازم أذكر الفريق تحت ال 35 والكبار القدامى كلهم نجوم، بس فيني أذكر لك أنه كان في حتى باللجنة المنظمة والإشراف والمدربين كانوا نجوم كبار، يعني مثل كان الإشراف الفني، كان كابتن محيدين تمو المشرف الفني على الفريق تحت ال 35 فوق ال 35 القدامى، الكابتن هيثم نوري باللجنة، رشيد فرحان، عبد العزيز مقصود، جوان إبراهيم، بسام خلف، سلمان، سلمان يوسف، فارس، عمر، حسام صالح، بيكين، أنا كمان كنت باللجنة، بالإضافة إلى الكابتن مروان طاهر والكابتن زانة حاجو كانوا مدربين على نادي الجهاد بقدامة. نعم طبعا كابتن، مثل هاي الكرنفالات تقام في أوروبا، ممكن مستقبلا كابتن نشوف مثل هاي الكرنفالات بمثلا مدينة القامشلي أو الحسكة أو أحد المدن السورية؟ كابتن نحن هلا حاليا نحن عم صارنا 3 سنوات في ألمانيا عم نقيم الكرنفال، هلا في الكباتن كمان بالسويد عرضوا علينا انه نقوم الكرنفال كمان بالسويد وفي مدن اخرى كمان، يعني كل المدن والدول الاوروبيه بشكل عام يحبوا يستضيفوا هيك كرنفال. كرنفال نادي الجهاد هو كرنفال لكل جمهور نادي الجهاد ولكل عشاق نادي الجهاد وكل محبين نادي الجهاد. كابتن اقول لك كمان، اذكر لك شيء كمان اضافي لحلاوه الكرنفال، الكرنفال كمان كان موجود حكام دوليين مثل الكابتن حمدي القادري، كابتن رضوان عثمان كمان بالمدينه القامشلي، كمان احمد ابو كيمو، علي، في كمان حكم كمان جاي كان عم يحكم بالدوري الالماني، كمان يعني هذول كلها اضافات للكرنفال ولحلاوه الكرنفال. نعم طبعا كابتن، شاهد الكرنفال إقامة لقاءين، الأول جمعة بين رجال الجهاد تحت 35 عاما ونادي زاغروس، بالإضافة لمباراة أخرى جمعت بين قدامى الجهاد وقدامى المنتخب السوري، كيف كان إقبال الجمهور كابتن رافع؟ الكابتن محبين نادي الجهاد وعشاق نادي الجهاد، وين ما نادي الجهاد يروح الجمهور والعشاق وراهم. نعم كابتن يعني طبعا تفضل. حب نادي الجهاد أكيد ما راح يتركوا نادي الجهاد بالدم بالوريد نادي الجهاد. نعم طبعا اذا لاحظت بالتقرير الكابتن زانة حاجو تحدث عن امكانيه اقامه مجلس رياضي يعني في اوروبا، ما مدى صحه هذه المعلومات كابتن رافع؟ كابتن حاليا في صدد بهالشيء هذا، انه في هلا حاليا في لجنه مؤقته لهالاتحاد الرياضي في اوروبا، مؤقت هو حاليا، ان شاء الله مع الايام الجايه يتطور ويكون اكبر ويكون احسن ويكون يعني لجمهور نادي الجهاد والشعب الكردي والشعب بشكل عام، شعب القامشلي وعشرين وكوباني وكل هالمناطق، انه يكون في شيء متعلق فينا يعني. نعم كابتن رافع يعني هو شيء كثير حلو كمان، ونتمنى لهم التوفيق بمشوارهم الجاي وان شاء الله يكونوا من احسن الاحسن. نعم كابتن رافع طبعا انتهى الوقت المخصص، كنا نتمنى نضل معك بشكل اكبر. معلش اعطيني بس دقيقه من يا ريت بثواني كابتن لو سمحت لي انه خسر الوقت. تفضل كابتن. بالاضافه الى حلاوه الكرنفال، كان وجود موقع نادي الجهاد الخويني، جودي عفريني، كابتن شعبان خليل، قناه اليوم، اذاعه ار تي اف اي. نعم كابتن رافع عباس، بنهايه المطاف نتمنى لكم التوفيق باقامه مثل هاي الكرنفالات. نعم مهران وجوان. نعم نشكر كل من قام بتغطية هذا الكرنفال، شكرا لك، كنت معنا من النمسا الكابتن رافع عباس، لاعب نادي الجهاد سابقا وعضو اللجنة المنظمة للكرنفال، شكرا جزيلا لك، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة، وإلى اللقاء. نيمار شعل النار، نيمار سلام.